رضي الله عن كنز العلماء رحم الله شيخ العلماء رضي الله عن كنز العلماء رحم الله شيخ العلماء رضي الله عن كنز العلماء رحم الله عن شيخ العلماء لا إله إلا الله 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 لا ആരും ബഹളം വെക്കല്ല് ആരും ബഹളം വെക്കല്ല് ശാന്തമായി സാധന യാത്രയൊക്കെയാണ് تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى